هزازي 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 في الجول، ضاعت ضاعت ضاعت، وبالتالي حديثا لصفوف القادسية فيما هنا الركلة الجزائية. الآن اللاعب جهاد الحسين في مواجهة المعيوف، الله الله جول، يا الله يا الله يا معيوف يا بطل، الحقيقة شالها مرتين. من آخر كلام آخر يا ياسر، أو يكون كلام سبيعي. الله يا سبيعي، الله كلام سبيعي هو الكلام الآخر صريح، وبالتالي ركلة الجزاء. وبرافو قرأها صح، قرأ تحركات ياسر. أمام العشرين ساطر العشرين، يسجل المدر، التحدي لياسر ولا العيال، هي لخارج الملعب، هي لخارج الملعب يا عيالة، يضيع عيالة ركلة جزاء تضيع على النص وإلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. مش معقول مش معقول، جايبك يا عيالة عشان تسجل لي تحطها في السماء. بيقول الأهداف من ركلة جزاء الكويكبي أمام مسلم الكويكبي. ولكن كل ذلك لم يستقل الاتفاق بهذه المباراة. الكويت بعيدة، الكويت قوية، الكويت الصومة ومتعب، مين اللي هيرجع؟ الصومة ومتعب، وهنا الصومة، وهنا بقى متعب يتألق ويضيع ركلة الجزاء عمر الصومة ومعها صافرة النهائية لوبيز ألكساندر. شوف الكرة تصدى في الأولى، عبد الله قوي، وين يحطها هالمرة الحمد لله. الله الأرضية، شوف 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 القراءة السليمة والخطوات اللي أخذها رحيل، وبالتالي أخذ الفراغ لعبها الحمداوي. التفت ومرتبط في اليمين الإيكا والتفريد الآن لويسينهو، لويسينهو متابعة لا زالت يرجع القادسية في الإبعاد، أمام فرصة، الله.